الشخصية المستقبلية إحنا في بحث بناء شخصية المستقبل الشخصية الرافضية المستقبلية ينبغي أن تتحرر جديا من الضغوط الأسرية والضغوط العشائرية لا بد لا تقل اني اراعي مصالحهم ارحامي لهم حق علي صحيح ارحامك لهم حق بل حقوق عليك لكن كل هذه الحقوق تسقط امام حق ال محمد صلوات الله عليه لا يمكن أن تقع المقارنة اصلا بين حق آل محمد عليهم السلام وحقوقنا الشخصية. لهم حقوق عليك هذا صحيح لكن آل محمد عليهم السلام حقهم عليك اكبر ماذا قال آل محمد؟ قالوا رحم الله من احيا امرنا فاذا تعارض احياء امرهم مع مكاسب عشيرتك، مصالح ذويك وقرابتك تقدم ايهما وتضحي بايهما؟ تقدم حق آل محمد عليهم السلام واحياء امرهم وتضحي بمصالح عشيرتك بمصالح اقربائك بمصالحك الشخصيه ماذا قال ال محمد عليهم السلام قالوا ما مضمونه الدعوه الى المجاهره باسقاط اعدائهم باللسان جهاد اللسان من اعاننا بلسانه على عدونا شفعنا له يوم القيامه مضمون الحديث الشريف اخذنا بيده يوم القيامه فهذا الانسان المؤمن مكلف من قبل ائمته صلوات الله عليهم بأن يعينهم على اعدائهم بلسانه، من اعاننا بلسانه على عدونا لقاه الله حجته يوم القيامه. لازم تعينهم صلوات الله عليهم لانهم مظلومون مظلومون ائمتنا صلوات الله عليهم ظلموا من قبل طغاة المنافقين وحرفوا دينهم ومنهاجهم انت مكلف بان تسقط هؤلاء بان تحذر المجتمع منهم بان تدعو الى البراءة منهم حتى ينصلح حال الدين والدنيا وحتى تعود حقوق ال محمد عليهم السلام اليهم انت هذا هو تكليفك فاذا تعارضت هذه الاعانه من اعانه بلسانه من اعاننا بلسانه على عدونا اذا تعارضت مع مصالحك الشخصيه، مصالح اقربائك، مصالح عشيرتك عليك ان تضحي بكل هذه المصالح وتاخذ بالالتزام بما امرك به الائمه الاطهار صلوات الله عليهم لو كل فرد منا تخيلوا الواقع الماساوي ايها الاخوه لو ان كل فرد منا فكر بهذه الطريقه الدنيويه البائسه الرخيصه انه لا يتقدم في نصرة آل محمد ولا الذب عنهم ولا اسقاط اعدائهم ولا تصحيح اعوجاج المجتمع ولا اصلاح الدين المجتمع لا اقامة الحق ولا ازهاق الباطل ما يتقدم خطوة واحدة في هذا السبيل ليش؟ لأنه يراعي مصالح اقربائه لا يريد لاقربائه ان يضغطوا عليه. لا يريد مثلا ان يخسر بعض الخسارات الدنيويه في الاموال في التجاره في الوظيفه في الرواح والمجيء والسفرات والقعدات والله منطق بائس منطق مخزي يخزينا امام امامنا صاحب هنالك اناس في التشيع يقدمون مصلحه القعده، القعده شوف قعده ما يريد يخسر القعدة فلذلك ما يناصر الائمه عليهم السلام بالمنهجيه الصحيحه يقول لا انا اذا انضممت لهذا الاتجاه مثلا او لهذا التيار وهجوت اعداء ال محمد عليهم السلام راح اخسر تلك القعده مع الشخصيه الكذائيه، باكر يقول لي بعده تجيني انت صرت محسوب على تلك الجهه ما تجي تقعد وياي من اجل قعده مو عيب اي خزي هذا شنو هالخزي؟